السلام عليكم. نكمل ويا الليكتشر رقم 8 اللي هي Analysis of Clock Sequential Circuit، لكن هنا أنا راح نوضح طريقة Next State Equations، شلون أطلع المعادلات Next State Equations باستخدام Truth Table. Truth Table راح ناخذ هذا المثال. هذا المثال عبارة عن اثنين فليب فلوب نوع JK، هذا J1 وهذا K1، هذا J0 وهذا K0، هاي الإدخالات وعندك إخراج اسمه Z. فنبدي نحلل. التحليل الأول إنه نطلع أنت الإدخالات والإخراجات. هنا أنا عندك أول شيء الزت، هذا هو الزت، الزت جاي من بوابة أنت بين Q1 في الإكس في Q0، إذن الزت تساوي Q1 في Q0 في الإكس، هذا هو معادلة الإخراج. بالنسبة لمعادلات الإدخال عندك J1 K1 و J0 K0، هذا J1 هو عبارة عن أنت بين الإكس نوت في Q0، هذا إكس نوت في Q0. K1 هو عبارة عن بوابة OR X زائد Q نوت، هذا X زائد Q نوت لأن هي جمع. J0 هو أيضا عبارة عن OR بين X زائد Q1، هذا X زائد Q1. K0 هو عبارة عن X نوت، هاي عبارة عن X نوت. طبعا هاي هي عبارة عن Clock Pulse، لأنه احنا التحليل مالتنا هو عبارة عن Clocked Sequential Circuit، يعني أنت هنا تستخدم Clock Signal بالنسبة لجي كي فليب فلوب الأول والثاني. إذا بالنسبة للتابل مالتك راح يصير Q0 Q1 Q0 X. إذا عندك ثلاثة إدخالات، إذا عندك ثمان احتمالات 0 0 0 0 0 1 إلى 1 1 1. بالنسبة ل Q0 بلس و Q1 بلس هي إحنا ما نعرفها، هنا ما كاتب بلس ولا هنا كاتب بلس، لأنه باعتبار معرفة اسمها Next State وهنا معرفة اسمها Present State. ممكن تكتب Q1 Q0 هاي Present State بدون بلس، وهنا عندك Q1 بلس وعندك Q0 بلس، هاي فارغة ما نعرفه. هنا بهذا المثال راح نعرف شلون نطلع Next State باستخدام Truth Table. طبعا على مود نطلع Q0 بلس و Q1 بلس لازم نحتاج نطلع J1 K1 و J0 K0 اللي هي هاي J1 K1 هي إدخالات مال الفليب فلوب الأول، و J0 K0 هي إدخالات مال الفليب فلوب الثاني. فإذا نجي هنا الملاحظة هي تقول إنه طلع الإخراجات هاي مالتك، هنا عندك القيم مال J1 والK1 والJ0 والK0 من المعادلة. احنا طلعنا المعادلات من الخطوة الثانية، فعندك مثلا J1 هو X نوت في Q0، هذا الـ X وهذا Q0، إذا الـ X تخلي عليها نوت وتضربها في الـ Q0. إذا عندك هنا صفر في أي شيء، صفر صفر في صفر صفر، هنا عندك واحد تقلبها تصير صفر صفر في صفر صفر، وهنا عندك صفر تقلبها تصير واحد واحد في واحد تصير عندك واحد، هنا عندك واحد تقلبها تصير صفر في أي شيء صفر، هنا صفر تقلبها تصير واحد في صفر صفر، هنا عندك واحد تقلبها تصير صفر في صفر صفر، هنا عندك صفر تقلبها يصير واحد واحد في واحد راح يصير عندك واحد، هنا هذا تقلبه راح يصير صفر لأنه X نوت في واحد راح يصير عندك صفر. بالنسبة للK1 هو عبارة عن X زائد Q نوت، هذا الـ X وهذا الـ Q نوت، صفر زائد صفر صفر، صفر زائد واحد واحد، واحد زائد صفر واحد، واحد زائد واحد واحد، صفر زائد صفر صفر، صفر زائد واحد واحد، واحد زائد صفر واحد، وواحد زائد واحد واحد. بالنسبة للجي زيرو هو X زائد Q1، يعني هاي الـ Q1 وهاي الـ X، صفر زائد صفر صفر، صفر زائد صفر عفوا صفر زائد واحد واحد، وصفر زائد صفر تساوي صفر، وصفر زائد واحد تساوي واحد، واحد زائد صفر واحد، واحد زائد واحد تساوي واحد، واحد زائد صفر تساوي واحد، وواحد زائد واحد تساوي واحد. بالنسبة للكي نوت هو عبارة عن اكس ولكن منفية، الاكس تبدي صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد، اذا الكي نوت هي فقط تقلب القيم مال اكس، فتبدي تقلب اول واحد راح البقية كلها تنقلب اوتوماتيكلي، فتخلي واحد هنا عندك صفر واحد صفر واحد راح تصير واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر. هسه انت بهاي الخطوة طلعت الجي 1 كي 1 والجي 0 كي 0، هسه انت مستعد تطلع الكيو 0 بلس الكيو 1 بلس باستخدام التروث تيبل. هنا احنا حضرنا الجدول، حضرناه 0 0 0 و 0 0 1 وصلنا الى 1 1 1، هاي احنا مليناها لان عندك ثلاث ادخالات. عندك هنا الفليب فلوب انبوتس اللي هي J1 K1 مال الفليب فلوب الاول، والJ0 K0 هي عبارة عن ادخالات الفليب فلوب الثاني هذا اللي هو J0 K0. هنا احنا عندنا الادخالات جاهزة، هاي عرفناها، هاي من الخطوة السابقة صفحة رقم 3 طلعناها. هسه نطلع Q بلس
0 و كيو كيو 0 بلس و كيو 1 بلس. شلون اطلع باستخدام تول تيبل؟ لازم عندك هاي الادخالات القيم مالتها حسب الجدول. الجدول يقول مال جي كي، هذا جدول جي كي. قبل احنا كنا نطلع الكيو بلس من معادله الجي كي محاضره رقم 6، هسه ما راح نستخدم هاي المعادله، راح نستخدم هذا التروث تيبل عمود اطلع للنكست ستيت ايكويشن مال الفليب فلوبات اللي هو نوع 1 كيو 0 و1 كيو 1. هذا التروث تيبل يقول اذا كان عندك 0 0 فالكيو بلس تساوي الكيو اللي قبلها اللي هي بريزنت ستيت فنو تشينج. اذا كان عندك 0 1 معناته ريسيت، الواحد صاير على الريسيت، اذا تذكرون السيت ريسيت فليب فلوب، الواحد معناته ريسيت متفعله، فهنا عندك 0 والواحد صفر هو سيت، الواحد راح يصير على السيت، فالسيت متفعلة راح يصير عندك واحد، وإذا كان عندك واحد واحد معناته تقلب الحالة السابقة، هنا إذا كان عندك صفر يصير واحد، وإذا كان عندك واحد يصير صفر، يعني كيو كومبلمنت الحالة السابقة اللي هي تصير الحالة المستقبلية تصير الكيو كومبلمنت نفي مالتها. فنجي مثلا نطلع كيو 1، هنا طبعا هذا الأزرق هو للأزرق والوردي هو للوردي. بالنسبه للجي 1 كي 1 اللي فليب فلوب الاول اللي هو اسمه جي 1 كي 1، اذا كان عندك 0 0 فايش تقول التو تيبل؟ شو يقول؟ اذا 0 0 معناته نو تشينج، هاي 0 0 اول شيء شو تسوي؟ ترجع لي ورا تباوع، هنا عندك 0 اذا نو تشينج ينزل نفسه، هذا هو 0، هاي الحاله المستقبليه مال هذا البريزنت ستيت، هذا 0 ينزل 0. ليش؟ لان ادخالاته بالفليب فلوب هي 0 0، ادخالاته اللي تتحكم به صفر صفر. نجي صفر واحد، صفر واحد حسب المعادلة ريسيت، إذا بدون ما تباوع شنو عندك هنا؟ صفر واحد ريسيت تخليه صفر. تجي واحد واحد اللي هو هنا قلنا يعكس الحالة السابقة، واحد واحد أرجع شوي لورا ألقى هنا صفر أقلب إيش تصير؟ تصير واحد. صفر واحد مرة ثانية معناته ريسيت فأخلي صفر. صفر صفر معناته نو تشينج، أرجع لورا ألقاها مثلا واحد تبقى نو تشينج واحد. صفر واحد معناته ريسيت هاي صفر، واحد واحد عكس الحالة السابقة هاي واحد تصير صفر هاي صفر، والصفر واحد معناته ريسيت بدون ما باوع هنا أخلي صفر. هذا هو الكيو 1 بلس بدون استخدام هاي المعادلة، باوعت فقط لهذا الجدول. بالنسبة للكيو 0 بلس نفس الحالة، صفر واحد ريسيت في صفر، واحد صفر حسب هذا الجدول هو سيت واحد، فبدون ما باوع هنا شنو أكو؟ أخليه واحد. صفر واحد رسيت اخليه صفر، واحد صفر معناته سيت اخليه واحد، واحد واحد عكس الحالة السابقة تنتبه تباوع هنا للكيو زيرو ما تباوع للكيو وان، هذا كيو وان بعد ما لنا علاقة به، هو مال هذا جي وان كي وان وهو مخلي لك باللون الوردي عم تميزه وما تنساه. فهذا صفر شنو حالته العكس مالته؟ واحد، فتخليه هنا واحد، واحد صفر معناته سيت تخليه واحد، واحد واحد مرة ثانية عكس الحالة السابقة هاي واحد عكسه صفر، وواحد صفر معناته ست فأخليها واحد. هاي الطريقة طلعنا لكيو 0 بلس وكيو 1 بلس بدون استخدام هاي المعادلة، وإنما بالاعتماد على تروث تيبل. نجي للخطوة الخامسة، الخطوة الخامسة هي الستيت دايجرام، والستيت دايجرام أيضا طلع من الجدول، عندك هنا كيو 1 كيو 0 والإكس هي صفر 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 وصولنا إلى واحد واحد واحد. بالنسبة لكيو 0 وكيو 1 طلعناها من الصفحة السابقة اللي هي صفحة 4، فعندك هنا صفر صفر واحد صفر واحد ثلاث صفارة، وهذا صفر واحد صفر واحد واحدين صفر واحد، وهذا عندك الزيت أيضا طلعناه. الزيت هو عبارة عن أنت، بالنسبة للزيت هو عبارة عن أنت، هاي الزيت هو عبارة عن دالة أنت بين Q1 والX والQ0، ومثل ما نعرف الأنت هي عبارة عن دالة ضرب، فيمتى تطلع واحد فقط إذا كان عندك كلهم الإدخالات واحد. فإذا خلينا هذا التروث تيبل راح نشوفه كله بصفارة ما عدا آخر إدخال اللي هو واحد في واحد في واحد راح يصير واحد، لذلك الزيت بكل الحالات هي صفر ما عدا الحالة الأخيرة تصير واحد. فبهذا الجدول هي كلها صفارة ما عدا الحالة الأخيرة هي واحد. فنجي نرسم، أنت عندك فليب فلوبات اثنين بي كيو زيرو بي كيو وان، احنا قلنا الستيت دايجرام يرسم فقط للنكست ستيت يعني للدائرة اللي بيها نكست ستيت وبريزنت ستيت. منو بيها بريزنت ستيت والنكست ستيت؟ الفليب فلوب نفسه. فعندك يعني فليب فلوبات اثنين كيو 0 كيو 1، اذا عندك اربع احتمالات 0 0 و 0 1 وال 1 0 وال 1 1، انت ترسم هاي الدائره وهاي الدائره وهاي الدائره وهاي بدون ما ترسم اي شيء من هذين الاسهم. شلون ترسم الاسهم؟ باستخدام هذا التروث تيبل. 0 0 يروح لل 0 0، هذا 0 0 يروح لل 0 0 عندما الاكس على زد، الاكس 0 والزد تساوي صفر، إذن هاي
اخليه على نفسه صفر على صفر، انبوت على اوتبوت. هنا عندك ثاني شيء صفر صفر رايح لي الصفر واحد، صفر صفر رايح للصفر واحد نفسه رايح للصفر واحد، اذا امد سهم من الصفر صفر الى صفر واحد. عندما الاكس على زد، اكس هي واحد والزد تساوي صفر، هاي واحد على صفر. صفر واحد هسه انا هنا انا واقف يروح للواحد صفر، هذا راح للواحد صفر. عندما الاكس صفر والزد صفر، هاي صفر على صفر. الصفر واحد راح للصفر واحد يعني نفسه، عندما الاكس واحد والزد صفر، هاي رجع لنفسه. عندما الاكس واحد والزد صفر، هسه نجي للواحد صفر، واحد صفر رايح للواحد واحد، هذا واحد صفر انا واقف رايح للواحد واحد. عندما الاكس تساوي صفر والزد تساوي صفر، هاي الاكس تساوي صفر على زد تساوي صفر. الواحد صفر نفس الستيت اللي انا بيها رايح لي الصفر واحد، اذا رجعت هنا للصفر واحد. عندما الاكس تساوي واحد والزد تساوي صفر، هاي واحد على صفر. وعندك واحد واحد رايح للصفر صفر، هاي ستيت اللي هي واحد واحد رايح للصفر صفر. عندما الاكس صفر والزد صفر. واخر شيء اللي هي واحد واحد نفس المكان رايح لي الصفر واحد، هاي راجع للحالة صفر واحد. عندما الاكس تساوي واحد والزد تساوي واحد. وصلنا لنهاية المحاضرة وشكرا جزيلا لكم.